ايه ده يا ده الراجل اللي في العربيه التانيه بسرعه يا لهوي. يلا بينا يلا. يلا بينا يلا 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 يا حبيبي يلا 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 يلا. ايه ده جاي يعمل حادثة ولا يعمل كليب ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا باشا؟ ايه النشاط المفاجئ اللي الواحد فيه ده؟ ايه ده؟ حاسس بنشاط؟ اه والله العظيم انا حاسس ان وزنك زاد بعد الحادثة. ايه ده؟ حادثة؟ اه العربية يا نهار اسود. الله يخرب بيت. ايه ده يا؟ انت كنت راكب ده؟ انا كنت راكب عربيه انما دي بقت بوستر. تعالى تعالى اهدى اهدى اهدى. معلش لا حول ولا قوه الا بالله. معلش كويس انها جت في الصاج. ما انا معيش فلوس اجيب عربيه تاني. معلش اتصرف. لا حول ولا قوه لا اله الا الله. انت لو حبيت تنام حبه نام. يا طب ما حدش يهمدني. ماشي ما حدش يهمدني. ايوه عشان عبيط يا. لا انا عارف الحركات دي كويس. ده انا بهديك يا حبيبي. طب يا جدعان ما حدش يزرزروا بقى يا جدعان. ها ما حدش يزرزروا فيه يا باشا. فيه يا راي عادي كله في الشنيش. اهم حاجه الصحه. فيه ايه؟ ايه ده الواد ده طيب قوي. الله يبارك لك. انت ايه الطيبه اللي انت فيها دي؟ الله يبارك لك يا استاذ. هياكلوك. ما لا انشف. حاضر. بص شنبه عامل ازاي؟ ما بيرحمش ده والله العظيم. خلاص انشف كده. اهدى بس اهدى. انت مالك فيه ايه؟ اهدى ايه؟ انصب في عربيه يا جدعان. طب تعالى تعالى انصب في عربيه. طب اعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده ما تحطش في دماغك خالص. يا رب يا رب ما حدش يهمد. تمام على الابو شكلك في الارض. يا تحد كلمك يا. انا فاهم الحركات دي. فاهم اهو ايه اهو. تمام عشان بعرف اعمل الشغل ده كويس. طب يا جدعان بعد اذنكم ما حدش يزرزروا يا جدعان. باشا في ايه يابا؟ في ايه؟ نص رغيف كده ايه وهيبقى عيش وتمول. ليه؟ عشان يبقى عيش وتمول بينا وبين بعضينا يا عم. في ايه؟ وعيشك وتمولك ما قادر اكل حاجه. انا مخي ساح والله العظيم من الحادثه دي اقسم بالله. يا عم اهدى حرام عليك. في ايه؟ اهدى ايه؟ ما انا مخبوط في عربيه. اعمل لكم ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ ما لازم تعمل حادثه. مش راكب عربيه وانت لابس الخوذه. آه. ايه؟ عمال الفرهاد ده مسكين. حرام عليك جامد قوي يا مفتري. يا عم يستاهل. ده انت مفتري. ايه عمال يعمل لي كده؟ وبعدين بتضرب في الفاضيه. طب اضرب في المليان. والله العظيم ده وجعتني انا. خلاص معلش معلش. معلش بس ايه؟ معلش يا حبيبي. ايه ده عشان مش ناقصين فرهاد؟ والله يا عم بجد. لا حسابنا بعد العرض. معلش جت جامدة. ايه لا تمام والله متى. ايه ايه يا عم؟ ايه يا عم يا ابني؟ ايه ايه يا بابا؟ ايه ده انت بتفتري عليا انا بس؟ ما هو رزعك بتاع انت بس بتاع مين اللي كان سايق العربية دي؟ الزفتة دي الزفتة. ابتدوا البوفيه دلوقتي؟ تفتكر يعني هيفتحوا البوفيه بدري كده النهارده؟ غريبة والله العظيم. انت كنت شاربة يا بنت عشان تعملي حادثة زي دي؟ احترم نفسك واتكلم عدل يا جماعة. بليز حد يطلب البوليس. لا لا بس بس خلاص. في ايه؟ مفيش رجالة في المنطقة ولا؟ تعالى يلا هنا. تعالى واهدى كده. وانت بصي طلعها عند الست فاكهة يا بهان. وديها فين؟ وديها عند فاكهة وأمرنا إلى الله. ماشي. يلا بسرعة. تعالي يا أختي. بس تعالى ريح انت يا باشا. تعالى ريح. مش قادر يا جماعه. اتفضل اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهدى 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 في الكرسي اهو. انت كده بتوسخه يا متخلف. معلش معلش. وحشني والله. اهدى اهدى. اتفضل. عامل ايه؟ وجعتك جامد؟ الحمد لله. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب عظيم. كل يوم
يوم الميه تقطع، كل يوم الميه تقطع، دي حاجه يا جدع تجن الجن وتعفرط العفاريت وتحنكش الحنكيش. والله كذب اللي انت بتقوله، ايه الكلام ده؟ ما انا عايز اقول لك اهو، انا عايز دلوقتي اروح الكوبانيه الميه عشان ابلغ، عايز احلق دقني وعايز استحمى وعايز اروح الشغل. خلاص روح الكوبانيه وهم يحلوها. ما انا يا ابني بقالي 7 سنين ما استحميتش، حرام عليهم. معلش روح وهم مفتريين هيحلها لك ان شاء الله. متاكد؟ ان شاء الله. انا رايح اهو. روح. عم شكشك. ايوه. الست عم تقول لك الميه جت. الميه جت. المويه جت، احتكم الامر وهستحب، هستحب، مين الراجل اللي عامل دجله الصابون ده؟ معلش ده عايز ايه الراجل ده؟ احنا عندنا شويه متخلفين في الحاره عشان الفرايتي يعني. ايوه ايه ده يا جدعان؟ انت اللي خلاك تيجي تعمل حادثه هنا؟ الحادثه صح، العربيه يا جدعان، العربيه. ده مجنون يا ابني. ايه يا ابني؟ اهدى بس اهدى، انا نفسي افهم حاجه واحده بس، انت ايه اللي دخلك شارعنا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه. انتظرونا يوميا على قناة الحياة الساعة الشاذلة. ايه يا ابني وانا جاي مع منى الشاذلي يا ابني؟ في ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا عمري ما امشي غلط يا حبيبي، انا عارف ان انا ماشي صح. واديك غلاه. اديني ايه؟ غلاه. انت لابس جزمة حمراء؟ انت فلاح يلا صح؟ وفيها ايه؟ ما الفلاح صديق الانسان. طب ما تتسائلش عليا، ما تتسائلش عليا. خد بالك ان انا الوحيد اللي بحتضنك وبتيجي عليا. بقول لك على حاجه، تعالى نتاكد من عناصيا ونشوف لو في يافطه تانيه تعرف ان انت داخل شارعنا عاد. ساعتها هتعرف بس ان انا كنت صح وماشي مظبوط. خلاص تعالى نتوكل. يلا يا حبيبي. يلا يلا بينا يا سلام. يلا خد تمول بقى، خد تمول بقى. والله ما هاخد. يلا بينا. لا شوف يا روما. يا محمود، يا محمود، هو راح فين؟ سابني وجري ورا الفورتيكا. فين ايام زمان؟ العموم مستنياك، مستنياك يا حبيبي. انا بشوق كل العشاق. بخ يا صباح الخير. ايام الاغنيه. بقول لك ايه، انا عايز حساب التوك توك، خليني امشي. روح حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب ما عمك علي اهو. هات يا عم علي حساب التوك توك. عايز حساب التوك توك؟ حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب وجاي لنا ليه مع عم علي اهو؟ يا جدعان حد يسمي نفسه محمد ويحاسبني. يا ابني المفروض انتوا اصلا ما تاخدوش حساب من الناس في التكاتك دي. والله ليه يعني؟ عشان اللي اخترع التوك توك ده كان بيوصل الناس ويجي يقولوا له خد فلوس، يقول لهم توك توك مش عايز. ما حصلش. ايه ده يا ابني؟ ما تاخدش فلوس يا ابني، انت توصل الناس بالمقايضه يعني. مقايضه؟ يعني انت تجيب رز نديك بيض كده يعني. تعال 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 تعال. انت بتشرب سجاير؟ بشرب سجاير. طب يا عم وانا ابوك. حاضر. تعال. عايز سجاير ايه؟ هات ملبور احمر. خد يا سيدي. هات. ايه ده؟ طب بص، ممكن تبدلها لي بمرت اصفر؟ عايز مرت اصفر؟ حاضر يا سيدي خد. بس تمام شكرا. هات بقى فلوس المرت الاصفر. ما انا بدلتها بالملبور الاحمر. طب وفين فلوس الملبور الاحمر؟ هدفع حاجه ما خدتهاش. صدق صح؟ انت اديتني دي مكانها، يبقى انا خد خد حقك يا عم. خدها دي اهي كمان علبه ملبور احمر. انت بتشرب ايه؟ انا بشرب مرت اصفر. ايوه صح صح، خد مرت اصفر اهو. خد ولا تاخد مرلبورو؟ خد مرلبورو. لا هات مرت. عايز مرت؟ خد مرت اهو. ماشي الحمد لله، قربنا نكبر اهو الحمد لله. طب خد دي الغلبانه دي، هتقعد حزينه كده عشان كليوباترا. خدها. لا انا عايز بوزو. عايز مين؟ عايز بوزو. بوز عمك علي؟ اديله بوزك يا علي.
دي البوزك يا عم. خد يا ابني اهو بوز اهو. انا عايز بوز اللي بيتاكل. امال ده ايه؟ ده ما بيتاكلش. عايز موز ايه يا ابني؟ هو كده حلو قوي صح كده علي؟ كده جبرنا الحمد لله. احنا نقفل السوبر ماركت خلاص، خلصنا الحمد لله. ايوه يا علي بس انت مش فاهم حاجه. الف ب تجاره ما حدش يجب عليه. استنى اهو، خد المارلبورو الاحمر بتاعتك، مش عايزين منك حاجه. يلا بقى اتكل على الله. احنا كنا جايين ليه؟ ايوه فين البنت اللي كانت عامله حادثه هنا اللي هي ام هناء؟ ام شيرين. ام هناء، انا قصدي جايب نمره امها، لان امها كنت اعرفها سنه 1942، واخد بالك؟ فهي معايا ايه؟ نمرتها. يا نمرتها معايا انا هي. فين هي البنت؟ انت عايزين البنت اللي عملت حادثه هنا؟ اه طلعت عند فكيه فوق. عند فكيه؟ اه. طب تعالى نطلع بقى نوريها امها. تعالى انا مسجلها، هي ام البنت اللي عملت حادثه. يا رب ارزقنا بالبهايم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. لو سمحت تالتة مكيفة هنا ولا هنا؟ ده على اساس ايه؟ مش ده قطر اسيوط؟ اه انت صعيدي؟ عرفت عشان رايح اسيوط. اركب اركب، هو ده القطر. يلا بينا. طيب بس بسرعة والنبي يا بلدينا. ما تقلقش. بسرعة عشان متأخر بس. حاضر. توش توش. الله المنيا حلوة قوي يا اسطى. ألف شكر يا بلدينا، السلام عليكم. خد يا عم أنت الحساب. لا أنا كسكرتي طلوع ونزول. لا حضرتك راكب إيه ده؟ حضرتك راكب في مكان سبيشال عربية السواق، يعني حضرتك المفروض يعني تقدمت لك وجبة إفطار. لا ما فطرتش والله. حضرتك صحيت الساعة كام؟ أنا صاحي الظهر. الفطار من 7 ل 9 أنا آسف. لا أقنعتني، إيه ده؟ هيئة سكة اتطورت خالص. ألف شكر يا أمير. ربنا يخليك. السلام عليكم. إيه ده؟ أنا في شارعنا. ده نصب عليا ولا إيه؟ أنا لازم أروح القسم. تاكسي. أيوه القسم والنبي. الا وين بيبان التاكسي ده اصلا؟ لسه عامل حادثه والله دلوقتي حالا. طب بسرعه بس والنبي يا ابوه. حاضر يا باشا. الله المطافي حلوه قوي يا اسطى. الف شكر يا بلدينا. كام يابا؟ 5 جنيه بس. بس ده انت زبون. خد 10 جنيه. ربنا يخليك. استنى ايه؟ الجسم فين؟ اه بص في بحر، هتركب اي معديه هتلاقي الاسم في وشك على طول. الف شكر يا امير. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ده؟ بحر ايه في الصحراء اللي احنا فيها دي؟ ده هيشتغلني ولا ايه؟ مفيش أي معدية هنا. معدية معدية. أيوه. بسرعة بس عشان المية والنبي. طلع رجلك ابوك علي النهاردة. حاضر. يلا. يلا بسرعة. يلا. بلدي. ايه ده سواك انت ولا جني؟ انا عامل لك كل اللي نفسك فيه. الف شكر يا امير. السلام عليكم. سلام يا باشا. سلام يا امير. يلا انت. سلام سلام. استنى استنى، هو اليوم الاخضر بيبان من اول لفه. يلا يا حبيبي. يلا 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 يلا. انا العب جم عشان امثل في المسرحيه دي.